صراحه اليوم جيت معكم، تعطلت عليكم واحد يومين، مي ماشي مشكل. دابا وقت العشاء وبغيت نحضر بطاطا لوليداتي، اكله سريعه التحضير، وبغيت نشاركها معكم البنات. نشد البطاطا ديالي غنقردها، ثلاثه البطاطات اربعه البطاطات اللي بغيتوها البنات اللي عندكم اللي موجود. تعرفوا الوليدات الصغار كلشي تيحمق على البطاطا، كي الكبار كي الصغار تيموتوا على البطاطا. سمحوا لي البطاطا دابا ديالي غادا نشدها غادا نسلقها. اول حاجه غادا ندير البطاطا ديالي تسلق، ندير البطاطا تسلق صافي. غادا ندوز نوجد العمارة اللي غادا نعمر بها البطاطا. هنا البنات انا غادا نصب البطاطا، غادا ندير معاها الكفتة معمرة بالكفتة، وغادا نديرها في الفران. شوفوا معايا الطريقة ساهلة البنات، دغيا توجدوها حتى لاخر لحظة ودخلوا الكوزينه دغيا توجد ليكم. انا درت البصله ديالنا، غندير شويه الزيت باش طيح البصله. ليقا ما عارفين البنات ضروري شويه البزار، شويه زعفران، سكين شوير، تحميره، البزار درتي كمان. كنجبيره البنات ضروري تحميره، حتى البصله غطيح غندير فيها الكفته. تحميره وبزار، بزار ديرو نص معلقه، ماشي نص معلقه، نص راس تاع المعلقه. هنا غادي ندير التوابل تاع الكفته البنات، يا توابل تاع الحوت، تاع الحوت بحال توابل الكفته. هنا غندير توابل ديال الكفته، درت معلقه صافو. غادي ندير ربع ثومه، هاد التوابل اللي تنشري انا، ربع ثومه صافي. غنخلي البصيله ديالي تطيح، طيح البصيله وتوجد عندي ان شاء الله البطاطا ونرجع معاكم. هنا غنخلي البصله تطيح مزيان، عاد غادي ندير معاها كفيته. انا ما درتش ملحه، ندير شويه ملحه. نستنى البصلة ديالي دابا طيح عاش ندير الكفيتة. تشوفو البنات هاي البصلة ديالي صافي تحمرات بدات طيح، صافي عاد بدات طيح البنات. صافي نزيدو عليها الكفيتة، كفيتة قطيعة تاع الدجاج اللي عندكم اللي موجودة البنات، ماشي ضروري كفتة. كان عندكم كان موجود دجاج ديروا الدجاج. هنا في العمارة تاع الدجاج تاع الكفتة الى عندكم الزيتون كحال زيتون، زيتون بلعدم تقدروا تقطعوه وديروه، تقدروا ديروا فليفلة حمراء ولا فليفلة خضراء تزينوا بها. غادي ندير عاب بصيلة، صافي غنبقى غادي مع الكفته ديالي بشويه بحال هكا. كي شفتوا البنات هيا هنا الكفته ديالي صافي هي وجدات، ديروا معاها بشويه بشويه. هنا البنات تقدروا ديروا الزيتون بحال الزيتون بلعدم الصفر الخضر، و ديروا فليفله خضراء، فليفله صفراء، فليفله حمراء الا بغيتوا، على الصباح بغيتوا ديروا اللوينات وصافي. انا ما درت حتى حاجه، على قبل الوليدات يبغوا هكا الكفته. صافو البطاطا ديالي هاهي تتسلق، هاهي شي شويه غنطفي عليها حتى هي غتوجد. وراه كي قالو أكلة سريعة، دغيا توجد لكم، دغيا توجد دقائق، دغيا توجد ديروها في الفران. آخر حاجة عندي راه في الفران، عندي الخوخة الفرماج، غندخلها الفران وغنعطيها لوليداتي بالصحة والراحة. هانتوما معايا، حيت تشوفو البنات هنا وجدت عندي البطاطا، باقا
سخونه صافي. دابا كي تشوفون معسل مزيان وندير ليها الإقالة. الإقامة البنات انا نوريكم، ندير فيها شويه التحميره هانتوما البنات، ندير معلقه باش يبان لكم البنات، معلقه التحميره، معلقه، معلقه تاع الكمون، نص معلقه تاع البزار، نص معلقه تاع البزار. غادي ندير فيها بيضه وحده، بيضه وحده، وغادي ندير فيها جوج تعكيريات، هنا البنات بغيتو ديرو كيري ديروه، ما بغيتوش ديرو تقدروا ديرو فخوماج، ديرو موتزاريلا، اي حاجه موجوده عندكم في الدار ماشي ضروري كيري. صافي غندير شويه من هاد العطريه تاع الكفته باش تبننها، وغادي ندير شويه الربيع، نجيب شويه الربيع، وضروري الثومه البنات، التوابل فيها الربيع وفيها الثومه، هما اللي غندير انايا هنا اللي غندير. صافي هذه العطريه ديالنا، صافي نخلط شويه بشويه البنات، نخلط ورجع معاكم البنات. هاي البطاطا ديالي وجدات، دابا غادي نبدا نكور فيها باش نحطها في اللاطه ديالي. هكا نجيب الكفته ديالي تاعي حدايا، ها الكفته ها البطاطا، قلت لكم خدمه عشوائيه، كلشي خليت الكفته في بلاصه. صافي غنخدم بسم الله، غادي ندير بحال هكا البنات، هانتوما ديروا بحال هكا، ديروا كويرات شويه كبار باش تجي العماره. نحطها هنا، نحطها هنا، و تتبقاو بحال هكا البنات، تتبقاو على هاد الطريقه، تتكوروا مزيان البطاطا وتحطوها في اللاطه، ديروا وحده من بعد على الاخرى باش نوريكم في الاخر العماره اللي غنعمرها بالكفته. نبقى بحال هكا تنكمل البطاطا على خاطري. شي فاش درت ليها الدوائر بطاطا تنحلها بشويه، وفي نفس الوقت نجمعها بحال هكا، شدوا اي كاس، شوف تتبقاو بحال هكايا، هانتوما فاش تحل لكم بهنا ماشي مشكل، غتجمعوها بصبيعاتكم حيت هنا فين غتجي العمارة. ايوا غنبقاو بحال هكا، وهذا هو الشكل الأول، أنا نوريكم الشكل الأول بعدا. غدا نشد هاديك الكفتة اللي طيبت، غدا نعمرها هنا. صافي غندير فيها الفخوماج وغندخلها الفران، هانتوما البنات كي تيجي الشكل ديالها لذيذ. نقابل وحده وحده تنكمل هنا البنات، انا كملتها في العماره. دابا هنا غناخد موتزاريلا ولا الفرماج الحمار اللي عندكم موجوده البنات ديروه، انا غادا نخلط، غندير شويه موتزاريلا في نفس الوقت غندير الفرماج حمر، كي تتعرفوا موتزاريلا، موتزاريلا تجي ملصقه معلكه، ها انتما البنات كي تيجي منظرها، حتى المنظر تيعطي تيحل الشهيه. بحال هكايا موتزاريلا، وحدين درت فيهم فرماج احمر وواحدين درت فيهم موتزاريلا، وهذا هو الشكل النهائي البنات. نتمنى تعجبكم،
تنتمنى تجربوها البنات وتقولوا لي كي جات وبالصحه والراحه. هاد الساعه ندخلها الفران فاش طيب نوريكم الشكل النهائي ديالها، الشكل الاخير. هانتوما البنات كي تجي في المنظر. دابا نخشاها في الفران البنات. هنا دابا انا خرجتها من الفران ها كي جات، هذا هو الشكل النهائي ديالها البنات. ها هو العشاء ديالي، خفيف سهل. ها البطاطا كي وجدات، هانتوما البنات كي جا المنظر ديالها تتشهي. وهنا صوبت واحد الشلاضه ساهله، درت فيها الخوص المايس التفاح، هذا درت فيها شريحه تتجي في شلاضه زوينه، والفخوماج. صافي هذا هو العشاء ديالي خفيف. تنتمنى البنات تعجبكم هذه البطاطا المعمره بالفخوماج والكفته. تنتمنى تجربوها وما تنساوش اللايك والاشتراك وتدعموا هذه القناه. ومرحبا بكم وبارطاجيوها مع اصحابكم وحبابكم. مرحبا بكم في قناتي. سلامة، مع السلامة، مع فيديو جديد إن شاء الله.